آه هذه طبعا ترتيب الجوله العاشره في اخر خمس مواسم مين كان الاول مين كان البطل الاول في عام 2018 2019 الهلال البطل كان النصر الاول طبعا في العام الذي يليه الهلال كان البطل الهلال العام اللي بعده نتكلم عن 2021 نتكلم عن الهلال والبطل الهلال كذلك نتكلم عام العام الماضي السابق كان ضمك ضمك مركز المركز الاول وكان البطل الهلال ممتاز العام هذا الان المركز الاول النصر لكن الان ما ندري احنا مين البطل عبد الله كيف شايف البدايه بالنسبه للدوري؟ عشر جولات مرت مقياس بالنسبه للانديه في الوقت الحالي في روح منافسه ولا الان ما جت المنافسه؟ لا المنافسه واضحه ماشيه هلال نصر اتحاد وبدرجه اقل الشباب. الشباب حتى عندما كان مقدم افضل مستوياته قبل فتره التوقف قلنا على هذه الطاوله انه الشباب بيواجه مشكله البديل. انت تتكلم عن بطوله الدوري ما هي زي بطولات الكؤوس. ودائما النادي اللي بيسوي استراتيجيه لتحقيق بطوله الدوري لازم يكون عنده ما لا يقل عن سبعه لاعبين على دكه الاحتياط قادرين على تعويض اللاعب الاساسي على نفس مستوى اللاعب الاساسي او قريب منه. الحين احنا شفنا الشباب يغيب عنا لاعب ينزل مستوى احد نجومه البارزين يتعطل. فبطوله الدوري محتاجه نادي متكامل على دكه البدلاء وفي الملعب. فموضوع انه الهلال والنصر يكونون في واجهه المنافسه طبيعي ومتوقع بحكم وفره اللاعبين ووفره الخيارات وبدرجه اقل بدرجه بسيطه الاتحاد اللي هو يمتلك تشكيله اساسيه قويه لكن دكه المدائن لا زالت في الاتحاد تحتاج الى تدعيم اكثر واكثر لتحقيق بطوله طويله المدى اللي هي الدوري اللي تحتاج دائما بتواجه فيها ظروف غالبا تلعب في الاسبوع مباراتين مثلا انت لازم يكون عندك احتياطي جاهز في جميع المراكز